وهذا مثال. الحرية حق إنساني لكل أحد، وهي من العبودية لله تعالى، فكمال الحرية في كمال العبودية، ولهذا في الحرية هي أعلى درجات التوحيد. في إشكال مع الكمالة؟ طبعا أكيد في إشكال، يعني أنا حاطة مثال ضمن القاعدة فأكيد يصير في إشكال. طيب، فيعني سؤال ليس المفترض أن أدخل عليكم كذا أمثلة تشتت هذا الجواب المنطقي. ما الإشكال هنا؟ ها الدكتور تفضل. إيه هو ما قال المطلقة، هو يقول حرية، يقول حرية هي العبودية لله تعالى، يعني أن تكون حرا أن تكون عبدا لله، بقدر ما تزيد حريتك وبقدر ما تزيد عبادتك تزيد حريتك. فأعلى درجات حرية عندي هي أعلى درجات التوحيد، فالحرية هي التوحيد لأنها مرتبطة بإيش؟ بالعبادة. إيش المشكلة في الكلام هذا؟ تفضل. ما هي الحريتين؟ أيوة، أحسنت. هنا دفع الالتباس. في الحقيقة اللي قاعد يشتغل على مفهومين، فقدم الحرية الأولى بتأصيل شرعي غيرها مفهومها. ولا إشكال أن الشخص معنا في إشكال علمية، لكن إذا بعض الناس يريد أن يفكر بهذه الطريقة لا تملك أن تقول شيء، يعني في النهاية هو طريقته. لو أنا شخص قال الحرية عندي تعني التوحيد، بمعنى كلما ازداد الإنسان حرية زاد عبادته لله، وكلما زاد عبادة زاد حريته، وبقدر انتقاصه من العبادة تنتقص حريته. إذا صار يفكر بالطريقة هو في الحقيقة قاعد يعيد تفسير المفهوم المعاصي بطريقة جديدة. فالخلاف معه ليس خلافا موضوعيا، خلاف في اللفظي. أي فهو يقول معناها لو أنا مشرك فتكون في غاية الانحطاط في العبودية، أنت عبد إذا أنت مشرك، وإذا أنت موحد فأنت في كمال الحرية، وإذا بلغت في غاية العبادة والطاعة بلغت غاية الكمال الحرية. المشكلة أو شو قاعد يقول؟ حق إنسان لكل أحد. طيب إذا أنت تربط الحرية بمساك العبودية معناها ليس حق إنسان لكل أحد، معناها الشخص المشرك عندك وش يصير؟ عبد ذليل منحط، بينما أنت تقدم على أنه حق إنساني. وهذا شائع عند بعض المعاصرين، يفكر بطريقتين. إذا جي أصل الحرية يأصلها بالطريقة تكلمنا عنها قبل شوي، الحرية مرتبطة بالتوحيد، أعلى درجة الحرية أعلى درجة التوحيد. وإذا بدأ يستدل يقصد بالحرية الحرية السياسية، فيقول لك الحرية هذا الشخص، فأي أحد يعارض الحرية فهو عبد. طيب نسيت كلامك الأول أن الحرية وشي، يعني بمعنى لو أنا شخص في كمال عبادته لكنه مثلا ضعيف في الجانب السياسي، المفترض وش تقويمه حسب ميزان الحرية عنده؟ مو بكامل، يكون مثلا ناقص شوي. لا، عنده لو واحد مثلا يختلف في الجانب الحرية السياسية يسقط تحت. إذن الحرية عندك فيها معنى، فهذا يوقع في الالتباس. فوهم من الشخص يعني يمسك جوهر النزاع حتى لا يحصل الالتباس نظر الاختلاف من فهم.